بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرة اليوم اللي تناولنا فيها السكيليتال سيستم والسكيليتال كونكتيف تيشو، والآن فاسكولا كونكتيف تيشو. الفاسكولا كونكتيف تيشو يتمثل في بصورة واضحة في كما سيأتي معنا بلاد تيشو، نسيج الدم، كونكتيف تيشو ويذ ليكويد ماتريكس، عباره عن نسيج عظام، لكن الارضيه له عباره عن ارضيه ماذا؟ ارضيه سائله. فورميد اوف بلازما 55% تكون من البلازما، اند فورميد اليمنتس والعناصر الاخرى 45%. فايبرز ار فيبل اونلي ديولينج، يعني في فايبرز لكن لا يمكن رؤيتها او ملاحظتها الا خلال عمليه التجلط. بلاد فلود از بامبد باي ذا هارت اند سيركوليت ثرو ذا بودي via arteries, veins and capillaries، يعني الدم يتم ضخه بواسطة من القلب ويدور حول الجسم بواسطة الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية. Although blood appears to be red liquid, it actually composed of yellowish liquid called plasma and billions of cells، يعني الدم يظهر أحمر اللون ويتكون من سائل أصفر يسمى البلازما وعدد كبير من خلايا الدم. blood circulates through blood vessel to، لماذا يجري الدم خلال الأوعية الدموية؟ لواحد transport oxygen nutrition المواد الغذائية والهرمونات إلى خلايا من الجسم، carry away وكذلك لإخراج الفضلات إلى خارج الجسم. البلد، ما هو مكونات البلد بشكل عام؟ الشكل التالي يوضح مكونات البلد. suspension of cells in plasma carry out عبارة عن 45% cell 55% plasma. تمام. السيل إما هي red blood cells والwhite blood cells والplatelets خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دموية. الخلايا الدم الحمراء هي أكثر شيء، عبارة عن 5×10^6 في المليمتر المكعب الواحد، بينما الوايت بلاد سيلز اللي هي اليوكوسايتس يسموها 7×10^3 مليمتر مكعب. تمام. البليتلس هي أقل هذه الأنواع 3×10^5، طبعا هذه لها مصطلح إريثروسايتس اللي هي الريد سيلز، والوايت بلاد سيلز تسمى اليوكوسايتس والبليتلس تسمى ثرومبوسايتس، تسمى ماذا؟ بالثرومبوسايتس. هذا الشكل يوضح ذلك. عندنا الآن يعني بلازما وعندنا ريد بلاد سيلز، بوفي كوت كومبوست اوف وايت بلاد سيلز اند بلاتلتس تمام. البلازما اند سيرم، يعني عندنا ما يسمى بالبلازما وعندنا ما يسمى بماذا؟ بالسيرم. البلازما از ذا ليكويد سيل فري بارت اوف بلاد، تمام، ذات هاز بين تريتد وذ انتي كواجولانتس، يعني البلازما عباره عن السائل الذي يكون لا يوجد فيه خلايا الدم بأشكال لا الحمراء ولا البيضاء، والذي يتم معالجته بواسطة من كوأجلانت، بمضاد لماذا؟ بمضاد للتجلط أنتي كوأجلانت. بينما السيرم is the liquid part of blood، يعني عبارة عن الجزء السائل من after coagulation، بعد ماذا؟ بعد ال يعني after coagulation therefore devoid of clotting factor، يعني يكون عبارة عن الجزء من الدم الذي لا يمكن أن يتجلط لأنه منزوع منه عوامل التجلط، مثل من الفيبرونيجين. الفيبرونيجين هذه تساعد على تكوين ماذا؟ المادة المكونة للألياف. الألياف تساعد على من؟ على التجلط. ولذلك عندما يحصل concentration اللي هي عملية الطرد المركزي، تمام، يحصل عملية سنترفيوج، يتم فيها تحطيم الألياف أو تحطيم الفيبرونيجين المكون الألياف، وبالتالي يبقى عندنا يسمى السيرم عبارة عن الليكويد، تمام، without coagulant factors. تمام. بينما البلازما عبارة عن الليكويد with anti coagulant factors. يعني الفيبرونيجين موجود في البلازما لكنه غير موجود في من؟ في السيرم. ولذلك بمعادلة بسيطة مبين هذا الأمر، السيرم عبارة عن بلازما ناقص من؟
فيبرونيجين. لما نشيل من يعني من البلازما فيبرونيجين معناها ان هذا ماذا هو السيرم، معناه انه عباره عن السيرم. الان ناتي الى المكون الاخر للدم، يعني المكونين الرئيسيين اول حاجه قلنا من هو البلازما وتكلمنا عنها وقلنا عباره عن الجزء السائل من الدم الغير محتوي على كريات الدم وليحتوي على ماذا على على عوامل التجلط، بينما السيرم هو الجزء السائل من الدم او البلازما نفسها لكن منزوع منها من منزوع منها المواد اللي تساعد على التجلط اللي كوغولانت، فنقول عليها الان الكوغولانت منزوع منها فيبقى بدون ماذا بدون فيبقى بدون تجلط، فيبقى بدون تجلط. الان جرانيولار ليوكوسايتس عفوا الفورميد اليمنت بلاتس تتكون من ريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز تقسم الى جرانيولوسايتس، الجرانيولوسايتس تقسم الى الخيالة المعتدله يوصل العدله تسمى النيتروفيلز واليوزينوفيلز والبيزوفيلز. والاي جرانيولوسايتس الغير هذه جرانيولو يعني في السيتوبلازم حبيبات يحتوي على حبيبات سيتوبلازم هاز جرانيولز هاز جرانيول حبيبات، بينما اي جرانيولوسايت ليوكوس اي جرانيولار ليوكوسايت انه السيتوبلازم تمام لا يحتوي على ماذا لا يحتوي على حبيبات لا يحتوي على حبيبات. هذا هي الاي جرانيولوسايت الاي جرانيولو ماذا الاي جرانيولوسايت. اوكي، وهي الليمفوسايتس ومنها انواع تي سيلز بي سيلز اند ناتشرال كيلر سيلز ومونوسايتس. البليتليتس الخلايا النوع الثالث هي سبيشال سيل فراجمنتس عباره عن اجسام صغيره جدا من خلايا الدم وهي اقلها تواجدا. هذه طبعا الاشكال تبين الكل التي ليمفوسايتس تمام والبي ليمفوسايتس والبيزوفيل واليوزينوفيل تمام هنا البيزوفيل وعفوا عندنا هنا ريد بلاد سيل بليتليس مونوسايتس تختلف في الحجم وتختلف في شكل الانويه وتختلف قلنا في وجود او عدم وجود ماذا حبيبات في السيتوبلازم تختلف في وجود او عدم وجود حبيبات في السيتوبلازم. الشكل الاتي يوضح ذلك، عندنا هنا انبوبه تحتوي على عين الدم تم تقسيمها الى بلازما وتم تقسيمها الى خلايا الدم، خلايا الدم مقسمه الى الوايت والريد والبليتليتس. البليتليتس هذه هي شكلها، الوايت مقسمه الى جرانيولوسايت واي جرانيولوسايت والريد بلاد سيلز هذه هي الموجوده ويسموها ريد بلاد كوربسل كريات الدم الحمراء. ليش لماذا يسموها كريات الدم الحمراء يسموها خلايا؟ لانها لا تحتوي على انويه لانها لا تحتوي على انويه تمام. الان هذه الاشكال الواضحه الاريثروسايت المونوسايت لاحظ كيف ان شكل الخليه كلوي واليوزينوفيل خليه عفوا النواه شكلها كلوي بينما اليوزينوفيل النواه شكلها تحتوي تو او نسميها باي لوب بينما الليمفوسايت النواه كبيره وطرفيه تمام بينما النيوتروفيل تراي لوب نيوكلاس والبيزوفيل تكون النواه شفافه وتاخذ شكل الهلال تمام وتحتوي على عدد كبير من ماذا من الحبيبات تحتوي على عدد كبير من هذه الحبيبات. هنا الجدول يوضح لنا كل شيء عن هذه الخلايا مقارنه واضحه بين طبعا كريات الدم خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء النيوتروفيل كم نسبتها وما هو وصفها كيف النواة حقها وايش عملها ايش عملها مثلا فاكوزايز اند ديسترويد بكتيريا يعني التهام وتدمير من البكتيريا تمام. يوزينوفيل ايش عملها بلاي رول ان اندينج الارجي يعني تلعب دور كبير في انهاء تفاعلات الحزق. بيزوفيل فانكشن ان انفلاميشن ميديكيشن سيميلر انفكشن تو ماسل وهكذا. اذا هذه هي انواع كريات الدم البيضاء ووظيفة كل منها داخل جسم الإنسان ووظيفة كل منها ونسبتها ووصفها بشكل عام كيف النواة لكل واحدة منها كيف تكون النواة لكل واحدة منها. الآن عندنا ما قلنا ما يسمى بماذا هيماتوبايسس هيماتوبايسس is what is the formation of blood formed elements form stem cells of myeloid tissue in the bone marrow عبارة إن هيماتوبايسس عبارة نقول عن تكوين لكريات الدم الحمراء
أين؟ في الخلايا الجذعية أو خلايا أصل موجودة في من؟ في نخاع العظم. طبعا نخاع العظم عندنا bone marrow is found in the medullary canals في الخلايا النخاعية لمن؟ of long bones يعني وسط وسط العظم and in the cavities of cancellous bones وفي تجاويف ماذا؟ أن العظم القنوي اللي هو العظم الأسفنجي في العظم ماذا؟ الأسفنجي. إذن في medullary في نخاع العظم اللونج تمام؟ Two types of bone marrow have been described based on their appearance on gross examination. يعني هناك نوعين من البون مارو استنادا إلى لونها. اللون الأول أو النوع الأول يسمى الرود ريد أور هيماتوجينس بون مارو. نخاع العظم الأحمر أو المتجانس. هذا يكون لونه ماذا؟ أحمر. ناتج من ماذا؟ Presence of blood and blood forming cell. لوجود ماذا؟ كريات الدم الحمراء أو وجود خلايا الدم الحمراء. يولو بون مارو لونه الأصفر هوز كالر is produced by what؟ Presence of great number of adipose cells. للعدد الكبير المتواجد من ماذا؟ من الخلايا الدهنية التي تعطيه ماذا؟ اللون الأصفر. طبعا هذا الشكل يكون يوضح بشكل عام هذا الشكل يوضح بشكل عام تركيب أو منشأ خلايا الدم. منشأ خلايا الدم الخلية المنشئة للجميع يسموها مالتي بوتنشال هيماتوبويتك ستيم سيل أو يسموها هيماتو سايتوبلاست. طبعا هي تعطي نوعين من الخلايا كومون مايلويد بروجينيتور وكومون ليمفويد بروجينيتور. الكومون ليمفويد تعطينا الميجا كاريوسايت اللي تعطينا الثرومبوسايت صفائح الدم وتعطينا الإريثروسايت وتعطينا الماسل وتعطي المايلوبلاست. المايلوبلاست البيزوفيل نيوتروفيل يوزينوفيل مونوسايت. المونوسايت تعطينا من الماكروفيج. الماكروفيج أما الكومون ليمفوسايت فتعطي نوعين من الخلايا. الأولى تسمى ناشرال كيلر سيل الخلايا القاتلة الطبيعية لارج جرانيولو ليمفوسايت عبارة عن خلايا ليمفية حبيبية كبيرة تقوم بعمليات مناعية كبيرة وقتل الأجسام الغريبة. سمول ليمفوسايت تعطينا تي ليمفوسايت وبي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت من أنواعها البلازما سيل. هذه كلها عبارة عن خلايا مناعية. إذن هذا كان كل ما هو متعلق بالفاسكيولا كونكتيف تيشو وأنواعه ووظائفه وأنواع الخلايا والفرق بين السيرم والبلازما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.